الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير ورمضان سعيد عليكم، ونكمله يا رب يكمله لكم دايما على خير بصحة وسعادة، ويعيدوا على الله لكم باليمن والبركات. النهاردة زي ما عودنا حضراتكم أن احنا طول شهر رمضان بنقدم لحضراتكم فقرة شيف أو طباخ العيلة أو شيف العيلة زي ما احنا بنقول، اللي بنقدمه لحضراتكم من مطاعم أطلانتس في مدينة دمياط الجديدة. فالنهارده هنستكمل الحلقات ونقدم لحضراتكم صنفين من الحاجات اللي ان شاء الله تعجبكم وتكون تنول حسن رضاكم، منها مكرونه بشاميل، بس احنا هنعملها بفكره المقلوبه بالبتنجان، وهتشوفوها حضراتكم ازاي وهتعجبكم جدا. والصنف الثاني شوربه سي فود، يعني هنضيف لها تركة برضو بتاعت الشيف كده، وإن شاء الله تعجب حضراتكم وتنول رضاكم. نبدأ مع المكرونة التمبال أو المكرونة بالمقلوبة زي ما بنقول. هحتاج لها كيلو بتنجان رومي، بقطعه طرنشات وأقليه بالمنظر ده، مقلي عادي خالص. مكرونة بنة مسلوقة، محضر شوية صوص بولونيز، وعندي البشاميل بتاعي على النار، وأبدأ وشوية بقسماط وحتة زبدة. مش هحتاج اكتر من كده في المكرونه والجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا. هنبدا مع بعض نشوفها، والمقادير بتاعتها هنقولها لحضراتكم وننزلها في اخر الحلقه ان شاء الله. اول حاجه انا بجيب صينيه اللي هشتغل فيها، بدفيها فيها شويه عشان اخد حته زبده واعمل امسح بيها الارضيه بتاعتها بالمنظر ده. الكاميرا تكون جايباها. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الأرضية بتاعتها. باجي في الأرضية بروح رشش شوية بقسماط واخلي البقسماط يمسك في حروف الزبدة زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. وعندي البتنجان اللي انا قليه، هنبدا نرصه في الصينيه بالمنظر ده. الصنف ده جميل جدا، وان شاء الله يعجب حضراتكم وتحبوه وتنفذوه في البيت ان شاء الله. احب ان اذكر حضراتكم ان احنا شغالين في على الهواء مباشر من مدينة دمياط على البحر، مكان أطلانتس دوت، والدنيا فيه جميلة جدا. احنا دلوقتي على البحر مباشرة، بينا وبين البحر يمكن 50 متر، جو تحفة، وينقصنا بس ان انتوا حضراتكم تبقوا موجودين معنا. برص البتنجان بتاعي في الصينية بالمنظر ده، وابدا اجهز المكرونه بتاعتي اللي هحطها جواها. ادي المكرونه، وادي صوص البولونيز او اللحمه المفرومه اللي واخده صوص طماطم مع الصاجه على حسب ما انتوا حضراتكم تحبهم. عايزين نعملها بصلصه الطماطم، عايزين نعملها من غير صلصه طماطم برضو، اهلا وسهلا، وهتبقى زي الفل. وهاجي مع المكرونه واللحمه المفرومه بالمنظر ده، هروح رامي شويه موتزاريلا عليها وشويه بقدونس مفرومين،
وشويه جبنه رومي صغيرين عشان يدوا الطعم معاه. اقلب الخليط ده كله واروح جاي نازله على البتنجان في الصينيه. هنملى الصينيه بتاعتنا ونسويها. بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت. ونبدا نحط عليها البشاميل بتاعنا اللي احنا عاملينه. طبعا يعني احنا مش هنقول البشاميل ازاي، لان كل الستات البيوت دلوقتي البشاميل ده بالنسبة لهم حاجة سهلة جدا، يعني اللي هو الزبدة وعليها الدقيق وسنة ملح وفلفل ولبن. في ناس بتحط جوزة الطيب، في ناس ما بتحطش، في ناس بتحط بيض، في ناس ما بتحطش. احنا وصلنا عملنا الصينية اهيت، نمسح طرفها بس كده ونبدأ نحط عليها الموتزاريلا. المنظر اللي احنا شايفينه وشوية جبنة رومي زيادة عشان يدوني طعم مع الموتزاريلا. ادي الصينية زي الفل اهي بالبتنجان والمكرونة البشاميل، هندخلها الفرن ونرجع لحضراتكم في ثانية. زي ما حضراتكم شفت احنا اللي حطينا الصينيه في الفرن. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مع شوربه السي فود، ونكون خرجنا المكرونه البشاميل بالمقلوبه البتنجان من الفرن. ابقوا معنا فاصل ونعود لحضراتكم. ورجعنا لحضراتكم تاني في برنامج طباخ العيله اللي بنقدمه لحضراتكم من مطاعم اطلانتس في دمياط الجديده. واحنا في الجزء الاولاني من الحلقه عملنا مقلوبه البتنجان بالمكرونه البشاميل باللحمه المفرومه ودخلناها الفرن. وعلى بال ما تطلع من الفرن هنعمل لحضراتكم النهارده شوربه السي فود على طريقتنا احنا، مع اضافه لبن جوز هند وجوز هند ليها، ونشوف طعمها في النهايه هيبقى طالع ازاي. ان شاء الله تدوقوها وتعجبكم ونشوف خطواتها ايه. بالنسبه للمقادير بتاعتها الشاشه هيعرضها لنا على الشاشه دلوقتي حالا. عندي ربع كيلو كلاماري، ربع كيلو جمبري صغير، ربع كيلو كابوريا، ربع كيلو جندوفلي، ربع كيلو سمك فيليه، طماطم مبشوره، كرات، كرفس، بصل مفروم، فص ثوم، كريمه لباني، جوز هند مع لبن جوز هند. كل المقادير دي مكتوبه على الشاشه اهي، يا ريت نتابعها ونشوف فيها وهتمشي الخطوات ازاي. نبدأ بالخطوات بتاعتنا. هنحط شوية زيت زيتون مع الحبهان، ورقتين لور، ومحضرين احنا كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نحطها بالتبعية. الهواء طبعا احنا شغالين في الجو، مش عايز اقول لحضراتكم في هواء شويه النهارده، فكل شويه البوتاجاز يفصل مننا ونضطر ان احنا نقعد. هنبدا نحط الكرفس بتاعنا مع عود الكرات وفص ثوم برضو. الجو معلش هنحاول ان احنا نكمل ان شاء الله.
حطينا البصل والكرفس والثوم بتاعنا. ادي البصل هنسيبه بس يلف لفه على النار تسخن الكسرونه عشان نبدا انزل في المكونات بتاعتنا اللي احنا محضرينها ما بين الكلاماري والسمك والجمبري والكابوريا والجندوفلي بتاعنا. نبص بصه على المكرونه اللي احنا حطيناها في الفرن على بال ما الحاجه تسخن ونرجع تاني للشوربه. لسه ثواني عليها ونجيبها عشان مش عايزين لونها يتغير جامد. ادي الحاجه شغاله على النار هنبدا نحط بالتبعيه. عندنا ادي الكلاماري وادي الكابوريا وادي ايه النار هتبدا تبقى كويسه معانا ان شاء الله ونكمل الحاجه بتاعتنا. عندي شوية شوربة حاطينهم زودها. هنحط شوية صغيرين ونبدأ نحط التوابل بتاعتنا. فلفل اسود حصى بحط لها انا مكعب مرقة مع سنة ملح وكالعادة بحب اشتغل انا معاها بجوزة الطيب. هاجي اشوف اللبن بتاعي سخن، لبن جوز الهند احطه عليها. وادي عندي جوز هند مبشور شويه يغلو معاها. وهزود شويه شوربه معايا واحط الجمبري بتاعي والسمك والجندوفلي واسيبها على النار تغلي لحد ما اخد النتيجه بتاعتها وفي الاخر هنضيف لها شويه الكريمه. هنبص على الفرن بتاعنا وصينيه المكرونه بتاعتنا وصلت لايه. قدامها دقيقتين كمان ونطلعها ونعرضها على حضراتكم. جالنا على الاس ام اس ناس بتسال على طريقه عمل شوربه السيفود من ضمن الناس كتير طلبتها واحنا النهارده عشان طلبات الساده المشاهدين قمنا بتنفيذها. ناس كتير سالت على صوص البيتزا اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قالوا يعني ايه يتعمل على البارد. على البارد يعني بتجيب الطماطم تبشرها او تضربها في الخلاط وتضيف عليها فصين توم وزيت زيتون والملح والريجانو ويبقى هو ده على البارد ما بتسخنوش على النار. ده للساده المشاهدين اللي حابين يعرفوا المعلومه كامله ازاي. ريحه الشوربه مش عايز اقول لحضراتكم عامله ازاي، مخليه الناس اللي جنبينا حوالينا كله عايز يفطر دلوقتي مش مستنيين الفطار لما يجي ساعه الفطار. هنروح نطلع المكرونه بتاعتنا من الفرن. زي ما حضراتكم شايفين شكلها عامل ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله. هنسيبها تبرد عشان نقلبها ونشوف شكلها ايه بعد ما طلعت من الفرن ونقدمها ازاي. وادي الشوربه بتاعتنا
نخش في السوا. نحضر الصينية اللي هنقلب فيها المكرونة. ان شاء الله تكفي، ان شاء الله هتبقى على قدها بالظبط. يعني ادي شوربة السي فود، هنديها معلقتين الكريمة اللباني بتاعتها. عندك السكينة من فضلك؟ هنبدأ نشوف المكرونة. بسلك الجناب بتاعتها كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين. وهنحاول ان احنا نقلبها بالمنظر ده. برضو الهواء مش مساعدنا، خلى البوتاجاز طفى تاني. مش مشكلة، معلش احنا هنصبر معاه للاخر. زي ما حضراتكم شايفين ادي المكرونة مقلوبة، البتنجان واحدتين ما طلعوش، معلش. بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت، ادي المكرونه. هنبدا نغرف الشوربه بتاعتنا سي فود، دخلت سوا خلاص اهي. وهنحضر اللي هنغرف فيه. احنا هنا في مطعم اطلانتس بيعملوها، بيقدموها بالمنظر ده في النحاس دوت بالشكل ده. ليها شكل محترم وشكل جميل. زي ما حضراتكم شايفين الخامات بتاعتها زي الفل اهي. وادي الجمبري بتاعنا جميل والشوربة. وبكده نكون النهاردة عملنا لحضراتكم صنفين، يا رب يعجبوكم ويكونوا على الذوق بتاع حضراتكم ويعجبوا. لو انتوا قمتم بعزومة ولا جالكم ضيوف تقدم لهم الشوربة مع لبن جوز الهند ومع جوز الهند. هو دي الحتة التركة بتاعت الشيف محمد فوزي النهاردة معاكم في برنامج طباخ العيلة. وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.